قال المؤلف رحمه الله: وأو لكن نفي أو نهي ولا. قال من حروف العطف لكن أو لكن نفيا، تقول ما جاء زيد لكن عمرو، أو لكن نفيا أو نهيا، لا تكرم زيدا لكن عمرا، أنا أقول أو لكن نفيا أو نهيا. ويشترط مع ذلك أن لا يسبقها مثبت، لا تقول العرب جاء زيد لكن عمرو، لا يقال، تقول جاء زيد لكن عمرو لم يجي، فتكون ابتدائية ولا تكون عاطفة، يكون ما بعدها جملة. يشترط أن لا يسبقها مثبت، ويشترط أن لا يدخلها الواو، ويشترط أن لا يأتي بعدها جملة، ثلاث شروط. لكن تكون عاطفة بهذه الشروط الثلاثة: أن لا يسبقها مثبت، ولا يدخل عليها حرف عطف، ولا يأتي بعدها جملة. واضح؟ فلا تقول جاء زيد لكن عمرو، لا يقال هذا، ولا تقول ما جاء زيد ولكن عمرو، لأن حرف العطف لا يدخل على حرف عطف. واضح؟ وكذلك لا تقول جاء زيد ولكن عمرو لم يجي، لم تعد عاطفة، صارت ابتدائية، دخل على جملة. ومنها قول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، التقدير ولكن كان رسول الله، وليس عاطفة هنا، عاطفين بالواو لا يختلفان نفيا وإثباتا، عاطفين بالواو لا بد أن يكون حكمهما واحدا، إما نفي وإما إثبات. ما كان محمد أبا أحد من رجال، هذا نفي، قال ولكن رسول الله، هذا إثبات، التقدير ولكن كان رسول الله، وهنا كان ابتدائية وليس عاطفة. كيف؟ العطف بماذا هنا؟ العطف لكن، تقول ما جاء زيد لكن عمرو، هي معروف العطف بها لفظي، العطف بها لفظي، العطف بلكن لفظي، لأن ما بعدها يخالف ما قبلها في المعنى، ما جاء زيد لكن عمرو، واحد جاء واحد لم يأتي، واضح؟ لكن العطف بها لفظي، نعم. لكن ما بعد لكن هنا جملة. نعم؟ أين هو؟ لكن رسول الله. ولكن كان رسول الله، هذه صارت ابتدائية، دخل على جملة. ولا بد ان ياتي بعدها مفرد لا جمله، ان جاء بعدها جمله فهي ابتدائيه. واضح؟ وبل كلكن، وبل كلكن وبل كلكن وبل كلكن بعد مصحوبيها كلم اكون في مربع بلتيها، قال بل مثل لكن بعد مصحوبيها، وهما النفي والنهي، ولكن نفيا ونهيا، تقول ما جاء زيد بل عمرو. واضح؟ وتقول لا تكرم زيدا بل عمرا، مصحوبا لكن هما النفي والنهي، قالوا أولي لكن نفيا ونهيا، ثم قالوا وبلك لكن بعد مصحوبة، لم أكن في مربع، لم أكن في دار ربيع، وإنما أنا في صحراء تيهاء. نعم. ونقول في هذا الثاني حكم الأول الخبر المثبت والمثبت، إذا كانت في صيغ الخبر أو الأمر اجعلها دالة على الإضراب، انقل الحكم عما قبلها إلى ما بعدها، فتقول جاء زيد بل عمرو، ترك زيدا مسكوتا عنه، لا تريد إثبات شيء له، لا مجيء ولا عدا ولا غيره. مظبوط؟ هذا ونقول في الخبر والأمر الجلي، تقول أكرم زيدا بل عمرا، تركت زيدا مسكوتا عنه، إن أكرمه لم يكن بأمرك. مظبوط؟ ونقول بها للثاني حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي، قرأ. وإن على ضمير الرفع المتصل عطفت في ضمير المنفصل، إذا عطفت على ضمير رفع متصل اسما ظاهرا، عليك أن تؤكده بضمير منفصل وتأتي بفاصل، فتقول حضرت أنا ومحمود، ولا تقول حضرت ومحمود، يترجح النصب هنا، تقول حضرت ومحمودا، فتنصب على أنه مفعول معه. أظهر؟ فإن قويته لا بس، تقول حضرت أنا ومحمود، أو تفصل تقول حضرت يوم الجمعة ومحمود، أنا قولي وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، أو فاصل إما بين العاطف يدخلونها ومن صلح، بين العاطف والمعطوف عليه يدخلونها، جنات عدن يدخلونها، ولا جنات أو جنات عدن يدخلونها ومن صلح من معطوف على الواو في يدخلونها، وليس وراء ذلك الفاصل بين العاطف وهو الواو والمعطوف عليه وهو الواو العطف، يدخلونها ها دخلت بين واو العطف والواو الضمير المعطوف عليه. واضح؟ فعل، وقصف الها مفعول به،
أو بين العاطفي أو بين العاطفي والمعطوفي. سيقول لن أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، ما أشركنا ولا آباؤنا. لا، دخلت بين المعطوف وهو آباؤنا وبين العاطف وهو الواو، والآباؤنا معطوفة على النون فينا على نافعهم. هل نقوله وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل إما اجتمع في قول الله عز وجل وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، فصل بضمير منفصل وفصل بلا بين المعطوف والعاطف. أه. أنا أقول قال ابن مالك رحمه الله تعالى وبلا فصل يريد في النظم فاشيا ومع ذلك هو ضعيف. قال الجرير رحمه الله تعالى ورج الأخيطل من سفاهة رأيه ما لم يكن وأب له لينال، ما لم يكن وأب له أب عطفها على المستكن في يكن. قال عمر بن أبي ربيعة رحمه الله تعالى قال قلت إذ أقبلت وزهر تهادى كان عاجل فلا تعسفنا رملا. قلت إذا أقبلت وزهر، زهر معطوفة على المستكن في أقبلت. واضح. سمع سيبويه من العرب مررت برجل سواء والعدم. يكفي هذا. أنا أقوله وليس شيخنا عدم معطوف على سواء هو سواء اسم فاعل كان بمعنى مستوى اسم الفاعل يستكن في ضمير اسم الفاعل يرفع ظاهر الضمير تقول زيد قادم أي هو أو قادم أبوه ومر بك كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل. أنا قوله وبلا فصل يرد في النوم فاشل ضع اقرأ وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل. إذا عطفت على ضمير الجر أعد الجار تقول مررت بك وبخالد، لا تقول مررت بك وخالد، إن أسقطت الجار ترجح النصب. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام مفعول معه. واضح. قال في القرآن الكريم فقال لها وللأرض ائتيا، وللأرض عاد الجار وهو اللام. واضح. وعليها وعلى الفلك عاد على نعبد إلهك وإله آبائك عاد الخافض وهو إله. واضح. قال ابن مالك وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنهي الصحيح مثبتا. قرئ في القرآن الكريم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام سمع من كلام العرب ما فيها غيره وناقته وغير ناقته جر دون إعادة الجار. فالآن أو في اليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجبي جر دون إعادة الجار.